أهلا وسهلا إخوتي، هذه المرة سنتكلم عن آيات متفرقات لم تذكر سابقا. جاء في أشعياء الإصحاح 43 الآية 11: أنا الرب وليس غيري مخلص. وجاء في هوشع الإصحاح 13 الآية 4: وأنا الرب إلهك من أرض مصر، وإلها سوايا لست تعرف ولا مخلص غيري. وطبعا المخلص هو الرب يسوع، إذن هو الرب الإله يهوى، من دعاه الأنبياء أبوهم، لأن الرب الإله وحده المخلص. يا أورشليم، يا أورشليم، يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها، ولم تريد. وكثيرا ما جاء في العهد القديم أن الرب يحفظنا ويسترنا تحت ظل جناحي، إذن المسيح يعلن أنه يهوى الذي قال عنه الأنبياء أنه أبوهم. جاء في سفر التثنية الإصحاح 10 الآية 17: لأن الرب إلهكم هو إله الآلهة ورب الأرباب، الإله العظيم الجبار المهيب الذي لا يأخذ بالوجوه ولا يقبل رشوة. إله الآلهة ورب الأرباب، الإله العظيم الجبار، هذه الأوصاف أطلقت على الرب يسوع كما جاء في أشعياء الإصحاح 9 الآية 6، بوصفه إلها قديرا، وفي العبرية إيل جبور أي إلها جبارا. وأيضا جاء في سفر الرؤيا في الإصحاح 19 الآية 16: وله على ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب: ملك الملوك ورب الأرباب. إذن لا بد أن يكون المسيح هو الآب. أيضا جاء في يوحنا الإصحاح 18 الآية 6: فلما قال لهم: إني أنا هو، رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض. هنا المسيح يعلن أنه يهوى الذي دعاه الأنبياء أبونا، وعلى إثر ذلك سقطوا على الأرض. جاء في المزمور 39 بعد 100 الآية 7: أين أذهب من روحك؟ ومن وجهك أين أهرب؟ روح الرب هو وجه الرب، أي أن يهوى الآب هو الروح، ووجه الرب يشار به للذات الله وأقنومه، في اليونانية يلفظ بروسوبون. وبالطبع وجه الله واحد، أي أن أقنومه واحد وهو روح.